بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تدع فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا أو مطرودا أو محروما. لازلنا في مواعظ القرآن الكريم ومواعظ السنة الشريفة. كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يذكر الصحابة الكرام بأيام الله تعالى، حتى قال الزبير رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا فيذكرنا الله حتى نعرف ذلك في وجهه الشريف. ومن أيام وعده للمؤمنين ووعيده للكافرين قال: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، إلى آخر الآيات. والمعنى كما نذكر دائما يعني: اذكر لهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم وعد الله المؤمنين، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، يعني ذلك أن نور إيمان المؤمن يسعى بين يديه وبأيمانه، بمعنى أنه محيط به من كل جهاته. يمشي هذا المؤمن مستنيرا بنور إيمانه، ويطأ الصراط هكذا إلى أن يصل إلى باب الجنة. ونور كل مؤمن على حسب إيمانه، فهناك الإيمان الكامل والأكمل والأكمل، وهكذا إلى أن نصل إلى مقام الأنبياء الذي ليس بعده مقام. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، وهذا لأن حقيقة الإيمان هي في قلب المؤمن، وهو نور من عند الله سبحانه وتعالى. والنور هو اسم لكل ظاهر وبه الظهور. لما نقول نور وهو مراتب، يعني لما كان البصر إذا نظرت في بصرك يريك الأشياء ويظهر لك الأشياء وتميز بها الأشخاص والألوان سمي نورا، هذا نور البصر. إلا أن هناك أمر يظهر لك أكثر من ذلك، ما وراء الحجب، وهو يسمى العقل، فهو أولى أن يسمى نورا، يعني في نور البصر وفي نور العقل. رغم ذلك إن العقل محدود ومقيد بظواهر الأمور، يعني العقل في له حد لا يتجاوزه، فإذا وجد هناك شيء ينور العقل وينفذ إلى ما وراء، يعني البصر هو نور محدود جدا، وراء الحائط أنا لا أدري، العقل نور أكبر، ولكن هناك شيء ينور العقل فهو نوره أكبر وينفذ به إلى الأشياء الغير محسوسة. اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله.
بيصير هذا النور يريك ما لا يراه البصر ولا العقل ولا يحده العقل، لأنه العقل بيحد أنه أنت تشوف 100 متر 200 متر، وإذا كان بصرك قوي بتشوف كيلو متر. طيب وبعد هذا؟ أما النور اللي هو أقوى من العقل والذي ينور العقل، نور البصيرة، ممكن تشوف 3000 كيلو متر. سيدنا عمر بن الخطاب ومشهور عنه ذلك، وهو على المنبر ويخطب في المسلمين يوم الجمعة، وإذ به يلتفت إلى الشرق وينادي: يا سارية الجبل الجبل، يا سارية الجبل الجبل، يا سارية الجبل الجبل. والصحابة استغربوا تغيير الموضوع ومنادات سيدنا عمر بهذه الطريقة، فسألوه عن السبب، قال: شعرت أن سارية في وضع حرج في المعركة. سارية في نهاوند في وضع حرج، وكأن العدو يلتف حول الجبل يريد أن يصنع له كمينا. فناداه عمر، صور عمر في المدينة المنورة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يرى بنور البصيرة جيش المسلمين وينادي عليهم. الآن هو نظر بنور الله، بالمقابل سيدنا سارية يسمع بنور الله، فيقول: كأني بصوت أمير المؤمنين يحذرني من الجبل. فالتفت فرأى جيش المشركين يريد أن يلتف، فتدارك الأمر وانتصر المسلمون. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فلما بيصير ينظر بنور الله، هذا النظر هو ما وراء المحسوس، لا يتخيل عقل، العقل ما يحيط بهذا الأمر. وسر هذا الأمر، سيدنا النبي عليه السلام هو أستاذ سيدنا عمر، جلس مرة وعلى المنبر وأخبرهم بسير المعركة كاملة في مؤتة، في مؤتة 700 كيلومتر، وسيدنا النبي في المسجد قال: ألا أخبركم بنبأ جيشكم في الشام؟ وبدأ يخبرهم ما يحصل بالصوت والصورة. استلم الراية زيد وقاتل، والآن قتل، ثم استلم الراية جعفر وقاتل، ثم سكت قليلا قال: الآن قتل، ثم سكت قليلا قال: استلم الراية ابن رواحة، ثم قال: الآن قتل، ثم سكت، ثم قال: استلمها سيف من سيوف الله مسلول، سله الله على الكفار، وسيأتيكم نبأ القوم. هذا بما يخص في الأرض. ثم بعد ذلك في آخر خطبته صلى الله عليه وسلم نظر إلى السماء وقال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: زيد وجعفر وابن رواحة رفعوا إلي في الجنة فسلموا علي فرددت عليهم السلام. شو هذا الروح؟ شو هذا الحال؟ يعني قتلوا في المعركة، استشهدوا، بعد وقت ارتفعوا في الجنة وسلموا على سيدنا النبي. يا سلام، طالعين إلى الجنة وما نسيوا حبيب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. طيب شو سر هذه الروح؟ هم يسلمون عليه وهو يرد عليهم السلام، وما أحد من الصحابة يفهم شيء ولا يرى شيء. هذا النور الذي لا يحده أو لا تحده حدود. كان يقول الأولياء: بتغميض العينين نطوف الكونين. هذا كلام له مدلولات، وهذا كلام مجرب. هذا الذي نحن لا نستطيع أن نحيط فيه، يعني ويسألونك عن الروح، الله سبحانه وتعالى حسم الأمر. قل يا محمد، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. خلاص، هذا العلم لا يتحمله أي إنسان. وذكر سيدنا أبو هريرة شيء من هذا العلم، يقول كما في صحيح البخاري: أخذنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين،
وعاء يعني علمين، وعاء بثثته بين الناس هذا العلم الشرعي، ووعاء لو تكلمت به لقطعت هذه، وأشار إلى حلقه. الله الله، هذا موجود في صحيح البخاري. يعني ذلك الله سبحانه وتعالى أعطى علوما للحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، علم نشره بين الناس وهو العلم الشرعي، وما كتم منه شيئا. تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، ما يكتم شيء لا بعلوم القرآن ولا بعلوم السنة، هذا واجب. وعلم خيره، هذا أعطى لخواص الصحابي، وعلم اختصه به النبي عليه السلام، هذا خاص بالنبي عليه السلام، لا أحد يستطيع أن يتحمل هذا العلم. فما هي هذه العلوم؟ وما هي هذه الحالات الروحية التي كانت تحصل حتى مع بعض الصحابي يقرؤون القرآن؟ وسيد ابن حضير رضي الله عنه، سيد من أسياد المدينة ومن الأنصار، يجلس يقرأ القرآن، بيصير معه حال بقراءة القرآن، وإذ بالفرس تجول، البهائم تشعر أسرع من الناس. شوفوا الآن لما بده يصير زلزال، أول من يشعر بهذا الزلزال البهائم، ولما بيكون في حالة روحية أول من يراها البهائم والأطفال. فبدأت الفرس تجول، ثم قرأ، فجالت الفرس أكثر، فقام لينظر إلى الفرس، فإذ بكوكب من الملائكة تصعد إلى السماء، مثل شكل الثريا اللي نحن بنشوفها متمسكين ويصعدون إلى السماء، وهو ينظر إليهم. فلما أصبح أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام لو زلت داومت على القراءة لأصبحت يراها الناس ما تحتجب عنهم، لأن الملائكة عم يستمعوا إلى قراءتك يا أسيد. فربما أنت تقرأ، ربما ترى وربما لا ترى، فإن لم ترى لا يعني ذلك أنهم غير موجودين. الملائكة تحف الناس، منهم من يشعر ومنهم من لا يشعر، منهم من يرى وهذا قليل جدا جدا جدا، ومنهم من لا يرى، ولكن سواء رأيت ولا ما رأيت هم معنا أم ليسوا معنا. هذا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم كما نفعل اليوم إلا نزلت عليهم السكينة، هذا الهدوء، وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة، يا الله، وذكرهم الله في من عنده. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن حقيقة هذا النور في حديث رواه الإمام أحمد في مسنده، يقول إن الله تعالى خلق الخلق أو خلق خلقه في ظلمة. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق في ظلمة، يعني ظلمة الهوى، ظلمة النفس، ظلمة الدنيا، هذا ثم ألقى عليهم من نوره، يعني ما تركهم في ظلمة، ثم ألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى، يعني اهتدى إلى الله، لأن النور شأن الهداية، كما يهديك النور الحسي، كيف لما بتشوف النور بتمشي بالطريق، نور الهداية تمشي في الطريق إلى الله. ومن أخطأه ضل. طيب بيجي بعض الناس بيقول طيب أنا شو ذنبي إذا أصابني ولا ما أصابني؟ يا أخي الحديث عليك أن تفهم معنى الحديث، إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل. النور، ما هو هذا النور؟ ومن أين يأتي هذا النور؟ احذر يا مسلم يا مؤمن أن يخطئك هذا النور. كيف يا شيخ؟ أنت عليك أن تلتمس هذا النور وتطلب هذا النور. وين؟ عند مهبط نور الله سبحانه وتعالى. مين مهبط نور الله؟ هو الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. تجد هذا النور عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب رسول الله انتقل،
كيف نحن الآن نجد الصحابي وجدوا، نحن كيف نجده؟ تجده في سنته، تجده في كثرة الصلاة عليه، تجده في السير على طريقه. لما بتمشي على هذا الطريق تبدأ ترى هذا النور، وكلما طبقت سنة النبي عليه الصلاة والسلام أكثر كلما أصابك هذا النور أكثر. أنت الذي تتعرض لهذا النور وأنت الذي تبتعد، هذا هو المقصود. الأمر بيدك، يا بتتعرض لهذا النور وهديناه النجدين، يا أما بتترك هذا النور. اسمع إلى قوله تعالى، هذا المصدق لهذا الكلام: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. أصبح هذا النور أنت اللي بدك تآمن فيه، أنت اللي بدك تتعرض له. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. في أي أخرى: واتبعوا النور الذي أنزل معه وأولئك هم المفلحون، في سورة الأعراف. واتبعوا النور، معناته النبي عليه الصلاة والسلام نزل بشرع، الله سبحانه وتعالى أرسله بشرع، فهذا الشرع عندما تتبعه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في نور، وهذا النور عندما تمشي في هذا النهج يصيبك هذا النور، فأنت الذي تتعرض وأنت الذي تبتعد. فإذا حل هذا النور في قلبك، اللهم اجعله في قلوبنا جميعا، إذا حل هذا النور في قلب المؤمن عرف ربه وآمن وأذعن واعتقد وشعر، سبحان الله، حال عجيب. فيعتقد ويتمسك بما جاء به الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. اللهم اشرح صدورنا للإيمان والإسلام. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. شوف الآيات كلها تفسر بعضها البعض. لذلك يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بين أيديهم ممتد أمامك، بين يديك يعني أمامك، وبأيمانهم يعني محيط بهم بحياتهم كلها وبجهاتهم كلها. الله سبحانه وتعالى هنا نلاحظ ما ذكر الشمال وبأيمانهم، ما ذكر الشمال لأنهم كلهم يمن وبركة في ذلك الوقت، ما في شمال، وكل جهاتهم يمين في ذلك الوقت، يمن وبركة. وبأيمانهم بشراكم اليوم. هذا النور إذا أنت تمسكت به في الدنيا أول ما يظهر لك في القبر، أول محطة من محطات الآخرة، ترى كرامتك عند الله عندما تنزل إلى القبر، وتراه عند الحشر، وتراه عند تطاير الصحف، وتراه عند الميزان، وتراه عند الصراط، كل على حسب مقامه إلى أن تدخل الجنة. اللهم اجعلنا منهم ومعهم. لذلك سيدنا النبي ذكر في حديث يبين هذا الأمر، قل إن من المؤمنين من لا يضيء له نوره، يعني نور إيمانه، إلا موضع قدمه، يعني بإصبع قدمه أو بإصبع إيده، مثل كيف الضوء الخافت هذا اليوم اللي بده يمشي على الصراط. قال في منهم ما بيضيء إلا هكذا موضع قدمه، محل ما بتمشي متر مترين لقدام ما بتشوف. وبالمقابل في واحد نوره كنور الشمس، نور الشمس قديش بتضيء مسافة، تضيء الأرض كلها، تضيء الأرض كلها. فتخيل نورك مثل نور الشمس، وواحد نوره مثل نور البيل، هذا الضوء الخافت المصباح البسيط. هذا على حسب الإيمان وعلى حسب اليقين وعلى حسب الأعمال. فبدك أنت تستزيد بإيدك الأمر. وأكثر من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، كان دعاء النبي عليه السلام هو في طريقه إلى المسجد، كان يأتي في العتمة في الفجر، يخرج من بيته إلى المسجد مع أنه قريب، ولكن يخرج ويدخل، كان يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، قولوا أمين، في قلوبنا نورا، وفي سمعي نورا جميعا،
وفي بصري نورا وفي يميني نورا أو عن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وفي شعري نورا وفي لحمي نورا وفي عظمي نورا وفي دمي نورا. في رواية: وعظم لي نورا يا نور السماوات والأرض. إذا هذا كان دعاء النبي عليه الصلاة والسلام وهو نور النور، هو نور النور. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة أضحياه، يعني ليلة القمر بدر، قل: وكأني أنظر إلى البدر وأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله لوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أضوأ عندي وأجمل من وجه البدر. الصحابي ينظر إلى البدر، وكان عندهم البدر شيء مهم جدا، لأنه لما يكون القمر بدر كانوا يسافروا في الطرقات، ما كان في إضاءة، كان يضوي لهم الطريق، فالبدر عندهم شيء مهم جدا. فينظر إلى البدر وينظر إلى وجه رسول الله، لوجه رسول الله أضوأ من البدر. وهذه الحقيقة كرستها السيدة عائشة رضي الله عنها، وهي زوج النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هي ترى بشرية النبي عليه الصلاة والسلام. قل: كنت أخيط شيئا في وقت السحر فسقطت الإبرة مني وانطفأ المصباح. وكانت الأرض في بيت النبي عليه الصلاة والسلام من التراب، تخيلوا، فسقطت الإبرة في التراب، أين تجدها؟ فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول: فأضاء المكان من ضياء وجهه. هون الضوء حقيقي ليس معنوي، لأنه تقول: فأضاء المكان من ضياء وجهي فوجدت الإبرة. هذا دليل أن الضوء حقيقي، يعني ملموس. فقلت سيدة عائشة وهي زوج النبي، تفاجأت، قلت: ما أبهى وجهك يا رسول الله، والله وجهك مضوي. فقال يا عائشة، تعرفون الحديث: الويل لمن لا يراني يوم القيامة، الويل لمن لا يراني يوم القيامة. فسألته: من الذي لا يراك يوم القيامة؟ فقال: البخيل. فسألته عن البخيل، قال: من إذا ذكرت عنده فلم يصلي عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يدعو هذا الدعاء إذا خرج إلى المسجد، وكان يدعو بهذا الدعاء إذا انتهى من صلاة قيام الليل: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا، إلى آخر الدعاء. فأين نحن من هذا النور؟ هل تعرضنا لهذا النور؟ هل تقربنا من هذا النور؟ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات. هذا الحديث إن شاء الله نكمله في لقاء آخر. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.